إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. وحق الله هو العبادة، حق الله هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. ولا يطلب من أصحاب الكرامات ما لا يقدر عليه إلا الله، كالرزق وشفاء المريض وهبة الولد، وهبة الولد وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما ما يقدرون عليه من أمور الدنيا فيطلب منهم، حتى ولو كان ليس لهم كرامات. تطلب من الإنسان يساعدك بالمال، غني تطلب منه يقرضك أو يتصدق عليك، وإذا وقعت في حرج تطلب منه يساعدك للخروج. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيستغاث بالمخلوق الحي، يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث بموسى عليه السلام الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من آل فرعون، فوكزه موسى، أغاث هذا الرجل المظلوم. فالاستغاثة، وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها يستنجد بهم، فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس به. وتعاونوا على البر والتقوى. أما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز مطلقة، الأموات لا يقدرون على شيء، أموات لا يقدرون على شيء أبداً، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هم في عالم وأنت في عالم آخر، فلا تطلب من الأموات شيئاً حجة أنهم لهم كرامات وأنهم يقدرون، هذا باطل. فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أفضل الناس، ما يطلب منه شيء وهو ميت. وكذلك الحي ما يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، ما يطلب منه شفاء المريض أو إعطاء الولد أو جلب الرزق له، فما يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهد لأحد. الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب لا من حي ولا من ميت، وأما الذي يقدر عليه المخلوق فيطلب منه حيا ولا يطلب منه ميتا. نعم.